شقافة حجرية في وادي الملوك تم اكتشافها من كام سنة، فيها خطوط موضوعة بطريقة معينة بتظهر ان ده المواعيد بتاعت العمال، دي اللي كانت بتثبت وبتضبط مواعيد العمال، ودي اللي موجودة دلوقتي في الشركات. تخش تحط الكارت بتاعك طن، يروح انت دخلت الساعة 9 و3 دقايق، دخلت الساعة 8 وربع، دخلت اللي هو الحضور ده. او مثلا دلوقتي مثلا ببصمة العين، مثلا يقول لك بصمة العين او بصمة الصوبع، ده كان موجود النظام ده في مصر القديمة بس عن طريق مختلف. ايضا تم اكتشاف شقافة فيها اسماء عمال تقدموا بطلبات لاجازات، عرفنا اسباب الاجازات. يعني مثلا عندنا نص بيقول لنا ان في عامل قدم طلب للرئيس بتاعه رئيس العمال يطلب منه اجازه اليوم، يعني هو راح الشغل، ثبت ان هو راح الشغل، وبعدين بيقول له انا عايز ارجع البيت تاني. فكان لزاما على العامل اللي يطلب الطلب ده انه يقول للرئيس بتاع الشغل انا ليه عايز ارجع البيت. فلقينا بقى اعذار لطيفة جدا جدا جدا. عندنا احد العمال مثلا كاتب بيقول انا عايز اروح اصلح باب البيت. تخيلوا يعني ايه هياخد اجازة من الشغل، لان على ما يبدو هو طالع من البيت الباب ايه باظ، فلازم يرجع يصلح الباب، ما ينفعش يسيب الباب اللي ايه الباب بايظ كده، مراته بقى جوه، عياله، ما تفهميش ايه القصة، لكن لازم يصلح. في مثلا عامل اخر مسكين قدم طلب في اجازة علشان سبب ايه يا استاذ؟ سبب ان هو لدغة عقرب. يعني هو كان يعني المسكين حبيبي لدغته عقربة، فلازم يروح يتعالج. ده عامل عجيب جدا على فكرة يا جماعة، لازم نقدر العامل ده جدا، ده ملدوخ بعقربة وجاي الشغل. يعني ده برسالة، برسالة لكل العمال في العالم. يعني اي حد قايم من الصبح متدلع، اصل مش في المود، اصل مصدع، مصدع مين؟ الراجل مقروص بعقربة الشغل عشان ياخد طلب اجل. كل هذه الاشياء قسمة الانطباع. في واحد تاني لطيف قوي قوي فكرتني بيه، بيقول ايه؟ بيقول بنتي عندها عيد ميلاد، فالعيد ميلاد بتاع بنته هو مش عايز يفقده، مش عايز ما يبقى غايب، عايز يروح يحضر في العيد ميلاد بتاع بنته، فطلب من الرئيس بتاعه اجازة علشان يروح يحضر عيد ميلاد بنته. طلب لطيف جدا، مما يدل على ان العامل المصري كان ذو حساس واب حساس ومسؤول في البيت حساس جدا. عدم حضور العيد ميلاد بالنسبه للاطفال، بالنسبه للاب والام، شيء على فكره بيعيش جوه موروثهم، بيعيش جوه النسيج بتاع نفسيتهم، وبيأثر في نفسيتهم بشكل جامد جدا لما بيكبروا. بابا عمره ما حضر لي عيد ميلاد، بابا ما حضرليش عيد ميلاد بتاع ال 16 سن 16 لو سن المقصود جدا عند البنات، او سن ال 21، او بابا ما كانش بيجيب لي هديه، او بيجي الساعه 12 بعد الشغل مرهق، فانا بقى خلاص. يعني كم مره احنا شفنا المنظر ده في الافلام المصريه، يعني اللي هو الاب اللي راجع الساعه 12 والبنت اللي قاعده جنب التورته ولابسه البتاع اللي مش عارف ايه وماسكه الصفاره في بقها ونايمه على نفسها مستنيه باباها وحزينه ان باباها ما حضرش عيد الميلاد او نسي عيد الميلاد او اتشغل في الشغل بتاع العيد الميلاد. ده واضح ان المصري القديم. عندنا مثلا طلب تاني عمل واحد من العمال للرئيس بتاعه عايز يرجع ليه؟ قال علشان هناك مشكلة يجب ان يتم حلها مع الزوجة. يعني وهو قبل ما ينزل واضح يعني ان هو يعني كان في خناقة كده في البيت عم ماشي مع مراته، فلازم يرجع يصالح مراته او يحل المشكلة، فبياخد اذن من او يكمل الخناقة بقى. لكن هو طبعا قال لا انا لازم نحل القضية اللي في البيت دي. كويس. فكل هذه الاشياء اللي انا بطلق عليها انسنة التاريخ المصري، يعني ان احنا نجعل التاريخ انسانا، نجعل التاريخ انسان. دول كانوا بني ادمين، دول مش جايين عماليق،
دول مش من قوم جايين من المريخ، دول كان بني آدمين يا جماعه زينا زيهم بالظبط، فيهم نفس الصفات اللي عندنا وعندهم. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان هم عملوا واجتهدوا بشكل عبقري، واعملوا العقل بشكل عبقري، واعملوا الاخلاص في العمل بشكل عبقري. عشان كده احنا تملي بنقول للناس في محاضراتنا، احنا مش بنقول لكم احنا كنا عشان تحطوا ايديكم على خدكم وتقولوا احنا عظماء. لا، من هو العظيم؟ العظيم اللي هو بيتعلم من ماضيه لكي يتفوق في مستقبله، ده العظيم، ده اللي اتعلم من دروس الماضي علشان يتبوأ مكانه عليه في المستقبل وفي الايه في الحاضر، صح؟ وكما قال المصري القديم على واحد من نصوصه من الدولة القديمة، عظيم هو كل من كان عظماؤه عظماء. بص الجملة دي يا جماعة اقعدوا فكروا فيها شوية، دي جملة مصرية قديمة اتكتبت في نص مصر القديم في الدولة القديمة. عظيم هو مين العظيم؟ قال لك عظيم هو من هو كل عظماؤه عظماء. يعني انت لما لو انت عايز تبقى عظيم، نقي كل اللي معاك، كل اللي معاك في كده على الهواء القديم، كل من كان عظماؤه عظماء. فهذه الكلمة يجب علينا ان احنا كلنا نفسرها شوية، وهي جاية من الدولة القديمة، يعني جاية من 4000 سنوي. قال قائل هذه الكلمة في النص المصري القديم، عظيم هو كل من كان عظماء عظماء. لو انت عايز تبقى عظيم، نقي العظماء بتوعك من عظماء. شوف الجملة، الجملة ذات نفسها تاخد لوحدها كده تاخد نوبل. الجملة المكتوبة دي بالكتابة المصرية القديمة تاخد نوبل لوحديها. طيب يبقى اذا في اخر الحلقة النهاردة، وانا بشكركم على هذه الحلقة المطولة، احنا تقريبا كنا على الهواء لمدة ساعة ونص، تكلمنا فيها عن حاجات كثيرة جدا جدا جدا، وتم تسجيل الحلقات وتنزل على اليوتيوب ان شاء الله. اقول لكم في اخر جملة ليا هي، عندما اقول لكم التاريخ على مدار الاربعين عام الماضية، انا مش بقول لك اقعد طول النهار قول احنا كنا عظماء كنا عظماء، تقعد حاطط ايدك على خدك، لا يا جميل انا ما بقولكش كده، انا بقول لك شوف جدك وصل لفين وابتدي من حيث انتهى جدك. امال هم الناس جريت ازاي؟ انت لما تسافري بره تشوفي ايه؟ تشوفي كل الاختراعات بتاعت المصري القديم هناك، كل الاختراعات بتاعت المصري القديم تلاقيها في اوروبا وتلاقيها في انجلترا وتلاقيها في امريكا. لكن هم عملوا ايه؟ اخذوا من حضارتك وابتدوا وطوروا ووصلوا. لا، احنا الاولى يبقى دي تكون الانطلاقه بتاعت دراسه التاريخ، ما تبقاش دراسه ممله بارقام وكان رمسيس الثاني ومعركه قادش فوق العجله الحربيه. استفدت انا ايه بقى كطفل بقى؟ انا بقى كان عندي 6 سنين و7 سنين في المدرسه، استفدت ان انا مليت ونمت في حصه التاريخ وعايز اهرب من الحصه اصلا، وطلعت الناس تكره التاريخ واصبح التاريخ ذو سمعه زيها. لا، لما احنا جينا دخلنا الطرفه ودخلنا الاهميه ودخلنا التاثير وكل الكلام ده، فرجع الشعب تاني يحب التاريخ ويهتم بيه. فهنا اقول قولتي واقول لكم اشكركم شكرا جزيلا على هذه المداخلة اللي تقريبا قعدت حوالي ساعة وثلث، وناقشنا فيها في فيلم كليوباترا السمراء وأفرقت كليوباترا، وتنبأنا وصححنا التواريخ. تمام. وعلى لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ بسام، بس يعني آخر يعني نقطة بسيطة جدا قبل ختام هذا اللقاء، يعني إذا حصل زي ما حضرتك تنبأت وقلت إن في أفلام أفريقية هتيجي تاني، حضرتك شايف إنه ربما يعني رد الفعل يختلف قليلا أو كثيرا عن المرة الأولى دي في عرض فيلم كليوباترا؟ أتمنى الحاجات اللي احنا قلنا عليها سلبيات طريقة التعامل مع فيلم كليوباترا الأفريقية، نتمنى بقى إنها ما تتكررش تاني. وادينا شرحنا بالتفصيل ازاي الشعب يقدر يتعامل مع اللي جاي، اللي جاي اقوى من كليوباترا. كليوباترا لم تؤثر، فيلم كليوباترا زي ما شفنا الاحصائيات زي ما ذكرتها لكم امبارح، الاودينز قلنا 1% والتوميتورز قلنا 13%، ودي نسبه فاشله لفيلم في العالم ان يتم مشاهدته بمشاهده 13% و1%. ده انا لو عملت فيلم النهارده وانا قاعد بكلمك دلوقتي ما اجيبش 1% واجيب 13%، هيجيب اكتر. انا مرة على قناة دي ام سي عملت فقرة جابت 2,600,000 مشاهد، يعني انا عملت اكتر من فيلم كليوباترا وانا قاعد في الاستوديو. فانا قصدي اقول لك دي نسبة فاشلة،
ما تقلقوش، ما تبالغوش قوي، لكن في نفس الوقت لا تكل ولا تمل ولا تستهينه، لان مره تانية التاريخ سلاح، التاريخ سلاح، قلتها وهقولها وهقعد اقولها لغايه اخر نفس في حياتي. هو مش عارف يغلبك الدبابه اللي في 6 اكتوبر اخذ على قفاه، وما عرفش يغلبك بانه يفصل نفسك عنه ويفصل عنه نفسك، فعمل سور، فانت بخرطوم ميه وقعت له السور اللي قال لك لا يهزم، بخرطوم ميه 6 اكتوبر خط بار لاف. ايوه طبعا. خلاص فمش عارف يغلبك، الراجل يخش لك من يمين مش عارف يغلبك، يخش لك بحرب مش عارف يغلبك، فهيغلبك ازاي؟ ياخد ثقافتك. طيب ياخد ثقافتك ازاي وبسام واحمد ومحمدين واقفين له؟ الموبايل والنت، ويخش لك على النت. فلو ما كنتش انت فايق في النت، انا راجل نت 24 ساعه. خلاص؟ يعني انا راجل ناشط على النت بنسبه اكثر من شباب العالم كله، ما عنديش مشكله. خلاص؟ لكن كيف اشير واشارك؟ اجد ناس كبار بيشاركوا ويشيروا معلومات تاريخيه مش ممكن تتخيلي قد ايه هي خاطئه. انت فرحان ان الهرم بيطلع كهرباء وبيطلع مش عارف طاقه ذريه وفي اي، ما فيش يا عم. فرحان انه، فرحان انه بيتقال لك او يعني يتم تغذيه انه الاهرامات بنتها مثلا كائنات فضائيه. انت فرحان لما يقول لك الهرم بيطلع كهرباء، فانت تفرح. يا سلام، مصر القديم اخترع اللمبه. الهرم بيخليك سعيد، اوه الطاقه اللي طالعه من الاحجار، فانت تفرح. هو بيجيبك كده، انا درست ان انا رحت بره ودخلت جوه وقعدت مع الناس دي مليون على مره. فكرة، عفوا يعني المقاطعة، بس مسألة الطاقة السلبية والإيجابية دي من الأحجار كمان ده موضوع كبير قوي. خلينا نفتح يعني الموضوع بتاع الطاقه، وهل فعلا الاهرامات بتطلع طاقه؟ سؤال الهريم اللي في المتحف المصري اللي كل شويه طالعين في الفيسبوك يقول لو انت وقفت جنبه هتسعد. انا بقالي 30 وإيه سنه بشرح الهريم حكاية ده، التميمة؟ أنا عارفة إن الهريم بتاع دلوقتي إحنا الملك من حد اللي هو قمه البنبن ده، قمه هرم من حد الثالثه. كل شويه تلاقي الناس مشيره على النت ان هو اذا وقفت بجانبه سوف تسعد، يجي لك حاله من السعاده وحاله من الفوران اللي. لكن انا بقول لك انا بشرح هذا الهريم بقالي من سنة 85، من 1985 أنا بشرح الهريم ده، عمري ما حسيت بالسعادة وأنا واقف جنبه. جبت منين السعادة دي؟ أنا هقول لك أنا بسعد ليه؟ أنا مش بسعد عشان هو بيطلع طاقة، أنا بسعد ليه؟ وأنا بشرح للسياح وأنا بشرح للمصريين، ببقى فخور إن أنا جدي الكبير عمل ده، عمل حاجة ما فيش حد في الدنيا عرف يعملها. آدي الفخر وآدي السعادة. أنا السعادة بشوفها في عين الأجنبي وأنا بشرح له قدام أبو الهول وهو مبرق كده مش مصدق نفسه. طب أنا هقول لك على حاجة ننهي بيها. انا كان معايا شخص في اي بي ملياردير من حوالي كام يوم، خلاص، ورحنا المتحف الكبير. انت عارف المتحف الكبير دلوقتي بيعملوا له زيارات ب 1000 جنيه تذكره للاجنبي اعتقد، كويس، وبيتم الحجز بمواعيد يعني على النت يحجزوا تذكره الحياه بتاعته. الراجل ده راجل ملياردير، هو وعيلته ملياردير ملياردير يعني. بعد ما خلصنا الرحله وشرحت انا بقى المسله بقى وشرحت رمسيس الثاني العملاق وكذا وكذا اللي كان في الميدان ده ونقلوه كده وتمام التمام، واحنا ماشيين بقى مروحين راجعين على اتوبيس ثاني، راجل منبهر يعني عيلته كلها منبهر. فجاه الشاب الممثل عن المتحف الكبير، حته شاب مصري يرفع رقبتك في السماء، لغه ايه؟ وفجر ايه؟ وجسم ايه؟ لا كرش بقى ولا بتاع ولا مناظر غريبه ولا سجاير ولا، لا مش حد، حته شاب زي الفل. فالراجل الملياردير روح مسلم عليه وراح قايل له حته جمله هنهلكوا بيها، انت تعرفوا قد ايه العالم مقدرنا. قال له ايه؟ قال له افتح المتحف ده بقى. قال له كده. قال له المتحف ده لو قارناه بمتحف كذا، وقال حته باسم متحف شهير جدا في العالم، قال له يقارن ان ده اوضه. وراح اقول لكم اسم المتحف، هو مش سر يعني، متحف اللوفر. قال له كده، قال له المتحف الكبير المصري بجانب الاهرامات اذا ما قارناه بمتحف اللوفر، اللوفر بالنسبه له يبقى اوضه. الجمله دي اتقالت قدامي. فما تخافوش على حضرتكم، مش هتتسرق، لكن حطوا عينيكوا وسط ايه؟ وسط راسكوا، وعرفتوا تاريخكوا الصح، وفكر مليون مره واسال مليون مره قبل ما تشير معلومه خاطئه. بشكركم شكرا جزيلا. طبعا بشكر حضرتك جدا في ختام هذا اللقاء الاستاذ بسام الشماع، عضو الجمعيه التاريخيه واتحاد الكتاب والمؤرخ المصري والمحاضر الدولي. شكرا جزيلا فندم، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذه الفترة، ويعني تم تسليط الضوء على نقاط عديدة في هذه الحلقة،
ويعني تصحيح بعض المفاهيم وإزالة أي تشوه على الصورة في الحضارة المصرية القديمة. شكرا جزيلا لحضرتك ونلتقي على خير. شكرا.